أخبار المهرية باختصار: انطلاق مفاوضات جديدة في عمان بين الحكومة والحوثيين لتبادل الأسرى والمختطفين. الأمم المتحدة شددت على إطلاق سراح الأسرى المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء كافة. منظمة الهجرة الدولية توثق نزوح أكثر من 172 ألف شخص خلال عام 2020، وبحسب المنظمة فقد استقبلت مأرب أكثر من 73 ألف نازح خلال العام الماضي. تقرير حقوقي يرصد أكثر من 950 حالة انتهاك طالت العملية التعليمية خلال سنوات الحرب. التقرير وثق اقتحام مدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية خصوصا في مناطق الحوثيين. نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون يفوز بجائزة أفضل لاعب أسيوي محترف خارج القارة. الإيراني مهدي تاريمي حاز على المركز الثاني، فيما نال العراقي علي عدنان المرتبة الثالثة. كلبة مخلصة تنتظر مالكها المريض لستة أيام خارج أحد المستشفيات التركية. الكلبة ركضت خلف سيارة الإسعاف وامتنعت عن مغادرة باب المستشفى حتى خروج مالكها. إلى اللقاء باختصار آخر.